لكل بني آدم من اسمه نصيب، اسمها أميرة وهي أميرة فنانة ليها مواصفات النجمة، ربنا حباها بملامح ساعدتها أنها تلعب أدوار مختلفة شكلا وموضوعا، تعرف تتلون وتتجدد بشكلها من الشرق للغرب، تنجح قوي في دور البنت الأرستقراطية، تتألق في دور بنت البلد الشعبية، قدرت باختيارات دقيقة وخطوات متأنية أنها تلاقي لنفسها مكان وسط جيلها من الفنانات، ولأنها عارفة جدا ان ظاهرة النجم الاوحد والبطل المطلق للعمل الفني دي ظاهرة انتهت، فبقت بتفضل البطولات الجماعية اكتر، فقدمت اعمال سينمائية وتلفزيونية ناجحة كانت بطاقة عبورها لقلوب الجماهير زي فرقة بنات وبس، بحبك وبموت فيك، إلا بيس، لو كان ده حلم، زازة، حق مشروع، بنات في الثلاثين، هدوء نسبي، المرافعة، ابن النظام، الوان الطيف، ومؤخرا جراب حواء، هي عندها يعني عملها فيه ياما في الجراب، يعني عمل كتيرة قوي يعني. النهاردة معانا ومنوراني الأميرة أميرة فتحي، أخيرا بعد طول عناء وانتظار. انت عارفه ان احنا متفقين على الحكايه دي بقالنا قد ايه؟ بقالنا كتير قوي، 3 4 شهور. ايوه حاجه كده، كل شويه تقولي كنت رايحه سانتا كاترين. ايوه كنت رايحه الاحتفاليه بتاع سانتا كاترين بيعملوها كل سنه مع الوزير وكده وبعدين عايزه اقول لك حاجه، الحمد لله اني رحت لانه انا زعلانه من نفسي قوي. انت عارفه انا مصريه قد ايه؟ طبعا. ان انا ورا سانتا كاترين شفت جمالها وشفت جوها وكل ده. انت كنت بتكلمي على الهواء قبل الهواء قلتي لي ان انت يعني لازم، احنا في بلدنا فيها حتت جميله جدا ولازم كلنا نشوفها ويتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير. ده حقيقي، يعني انا اللي شفته في سانت كاترين يعني حاجه خياليه، يعني كمنظر طبيعي، كحاجه ليها ثقافه دينيه عندنا المفروض نبقى عارفينها. الجو هناك جو غريب، انا شفت تلج يعني صعب تشوف في مصر ده، فشفت تلج فكنت مبسوطه قوي بالجو هناك وبالرحله اللي روحتها وقلت يا رب كل سنه اكررها بصراحه، فمعلش انا غبت عنك بس عشان حاجه مهمه. ما بالظبط، لا وانا قدرت. طيب قبل ما اتكلم بقى عن انا الاول معلش هقطع كلامك بس اقول ميرسي للي عمل لي البرومو، ميرسي بجد، ميرسي وميرسي ليكي والتقديمه الحلوه دي، وانا مبسوطه ان انا معاكم واسفه ان بقول لكم متاخر جدا، مبروك لتين تي في ومبروك ليكم. ربنا يخليكي يا نورتينا. انا قبل بس ما احكي لك على يعني واسالك عن موضوع تغير شكلك هتكلم كمان في جزئيه ان انت مجالاتك كتير قوي، يعني انت سعه وفنادق وبعدين اشتغلتي موديل اعلانات وبعدين بتغني وصوتك حلو وبتعملي كليبات لطيفه جدا رغم ان انت مش مركزه فيها قوي، يعني بتعملي حاجات كده ومضات كده، وبعدين اترشحتي لصعيدي في جامعه امريكيه وكنتي بتمثلي بهدوء متأني، حد ثابت يعني، حد راكز يعني، ممكن الفيتشر اللي انت عملتيه ده ممكن حد يعمله مثلا بعد 3 4 5 اعمال، لا دي اول بدايه ليكي، وطبعا قبليها افرض مع حكيم. انا عايز اعرف بقى التنوع ده في الاخر هو اللي وصلك للتمثيل لانه حاجات مختلفه ولا هي بتوصل كلها لبعض؟ والله يا حنان يعني هو الغريب بقى شويه ان انا عمري ما فكرت في التمثيل، يعني احنا زي اي حد مهتم بالفن وبالذات وانا راجعه من المدرسه اتجنن اقعد اتفرج على الفيلم اللي بيجي الظهر ده وانا بتغدى، الفن عندي حكايه، ولما العب مع صحابي او اخواتي الصغيرين العب معاهم ان انا دايما امثل، بس عمري ما فكرت في التمثيل. فهي جت معايا صدفه ان انا كنت عرضت ازياء، بدايه الازياء ان انا بحب اللبس قوي واختار الالوان والحاجات دي ودرستها، خدت كورس فيها. تمام. فخدت كورس كات ووك واشتغلت فعلا كعريضة ازياء وبالصدفه شافني استاذ علي بدرخان خدني لكليب حكيم. من كليب حكيم لان هو مخرج عبقري طبعا. عمل الكليب كان اياميها لو تفتكري موضه بقى كله بيمسك شيلان ويقعد يعمل حاجات غريبه كده بالشيلان طبعا، كل الكليبات كده. فهو الوحيد اللي عمل زي ما شفتي حدوته فشد بالزبط. الناس قوي، والمكان اللي كان بيصور فيه كمان كان جديد على الناس. الحسين وكده محدش صوره قبل كده بالشكل ده. صحيح. لا وبنوته زيها زي اي حد في اي بيت، يعني عارفه تحسي انها قريبه منك جدا. بالظبط كده. فالحمد لله فرقع جدا الكليب ده، عمل بومينج فظيع. فبداوا يطلبوني للتمثيل. فكان جوايا موهبه بس انا ما اعرفش. فكره بقى سياحه وفنادق ارشاد دي لان مامتي وبابايا في السياحه. فكنت من صغري حابه احساس بابايا الله يرحمه ان هو كان دايما ياخدني معاه الهرم وهو بيشرح للاجانب وبشوف الهرم بشوف حاجاتنا الحلوه قوي اللي انا بعتز بيها او بعتز بمصريتي جدا. فخلقت جوايا ان انا عايزه اطلع زيه. فدخلت سياحه وفنادق، لكن سبحان الله يعني دايما ربنا بيبقى كاتب لك حاجه. صحيح. بتعملي اي حاجه بس تلاقي نفسك رايحه. لا وانت تحديدا يا اميره الحقيقه يعني تبقي ماشيه كده تروحي رايحه كده. أيوه. يعني احنا عارفين الحقيقه، انا عارفه الحكايه دي يمكن المشاهدين مش عارفينها. بس انت اوقات يعني القدر دايما بيتحكم
في يعني اختياراتك وفي طريقك تبقي رايحة في حتة معينة وحاسة انها هي دي الحتة بتاعتك، لكن تبصي تلاقي جاتلك من ناحية تانية خالص وصلتك لطريق تاني ويبقى هو الطريق المناسب بالنسبة لك فعلا، رغم اهتمامك بالطريق اللي قبل كده يعني. صح. طيب انا قلتلك في الكليب وانا بتفرج عليه انا وانتي وطبعا الساده المشاهدين انه انت بتختلفي بشكل غير طبيعي، يعني تقدري انك انت تختلفي من لوك الى اخر، فانت قلتي لي حاجه لطيفه جدا، انت الحنان ده في اليوم الواحد انا بختلف. يعني طبعا تحيه جميله جدا لخالد فتى هو اللي عمل الصور وكان نور برضو يعني يعني وكان في استاذ عادل مبارس في حاجات قديمه شويه كده، بس يمكن خالد متخصص شويه يعني يمكن اخر سيشن اخر سيشن كان خالد اللي هو باللوك الجديد ده البلوند ده خالد. فاهمين اولا ده لوك جرأة السنين ده حقيقي يعني جرأة السنين. كنت عاملة شوكليت براون قوي ويمكن اوقات كان اسود واوقات كان فواتح شوية، لكن الطلعة الفظيعة دي طلعة جامدة ده طلعة في الجو ده ارض جو ده. بس ما هو لازم الممثل يبقى كده يعني انا بشوف ان الممثل لازم يبقى جريء، لازم يبقى جريء في ادواره، جريء في لوكاته، جريء في كل حاجة، لانه انا نفسي بمل من نفسي، طب المشاهد يبقى عامل ازاي؟ فانا دايما بحب اغير، احب الناس تشوفني بشكل جديد، رغم انه في ناس تقول لا انا احب شكل زي ما هو عشان الناس تبقى حافظاني، لا 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 ده انا فرحتي ان انا اغير والاقي الناس شايفاني وعارفاني وشايفه شكلي ومتابعاني، فانا بحب اعمل ده. فكره بقى الصور من صغري وانا كده، لو اتصورنا دلوقتي انا وانت كذا صوره بس رفعت شعري مره مش عارفه عملت ايه مره، تلاقي تحسي انه دي حاجه ودي حاجه غريبه الواني. علشان كده الحمد لله ده افادني في التمثيل لما درست الازياء، اخدت معاها كورس كمان اتيكيت وكورس ميك اب وكورس اعرف ازاي اختار الواني على لون بشرتي. طب بس انت عارفه ان في ناس مثلا بتغير اللوك بتاعها علشان دور، علشان داخله في مشروع معين، انت بتغيريه لنفسك انت يعني فهميني بس عايزه اقرب ناحيه تفكيرك. انا بغير قبل ما الدور يجي لي يعني انا كده نفسيا انت مستعده. ايوه بالظبط كده. طب افرضي دور جالك ما فيش حصلت كده، ولو ان انا عارفه ان القدر بيبقى دايما ماشي مع افكارك. أيوة. يعني دي انا عارفاها من زمان فعلا. يعني منين ما تغيري حاجه تبقى ماشيه جدا مع الدور اللي هتمشي اللي هتعمليه ده حقيقي. بس ما فيش مره عملتي لوك معين وحسيتي انه الدور اللي قدامك ده متطلب شكل معين طريقه معينه غير اللي انت عاملاه ده يعني ولا ده؟ والله نادرا يعني، يمكن مثلا كان في الوان الطيف مؤخرا علشان انا كنت فتحت شعري شويه، فاضطريت لانه هي مرحلتين، مرحله بنت بتبقى فقيره جدا ومرحله تانية بتبتدي تلبس تبقى كلاسي وكده وشيك، ف استخدمت ان انا اضطريت استخدم بيروك في اول الظهور اللي هو البنت الفقيره، بعد كده لما بتغتني بشعري الفاتح علشان بقدر اعمل ده، لان هو كده كده ما كنتش هقدر اعمل التغييرين غير لازم استعين باكستنشن بيروك حاجات كده عشان صحيح. اقدر اعمل ده، فهي بصراحه بتيجي معايا كده يعني ربنا بقى مسهل الحمد لله. انت بنت حلال الحمد لله ماليش غيره والله الحمد لله. قولي لي انا عايزه اتوقف عند يعني ايه مراحل كده في مشوارك انت حسيتي ان انت اختلفت، يعني انا عارفه مثلا ان صباح وكد كان له نقله في حياتك، ايه قبل صباح وكد كمان كان في نقله في حياتك حسيتي انها مختلفه قبل بقى ما ندخل في سكه المسلسلات؟ يعني قبل صباح وكد كان في حاجه معينه عملت لك نقله ولا هو ده كان بدايه النقله؟ لا هو كان في فرقه بنات، كان في صعيدي اصلا، يعني صعيدي كان الناس يعني خمس مشاهد ويعني وعلقوا مع الناس جدا وعلقوا جدا فده كان يعني لدرجه ان انا كنت لسه بعمل مش معروفه خالص، ومره في مطار فرانكفورت ماشيه فلقيت واحده ست كده لطيفه قوي تنادي عليا مش انت البنت بتاع الصعيد، فانبسطت جدا في مطار فرانكفورت ولسه ما حدش يعرفني ولا حاجه، يا دوب عامله الاغنيه وعامله ده، فلا عندي الحمد لله رب العالمين، يمكن اكون اعمالي ما هياش بالكم الكبير عددا لكن الحمد لله رب العالمين ربنا وفقني في انه في اعمال كانت بتسيب بصمه دايما، يعني من اول بطوله خدتها فرقه بنات وبس كان لسه ماجد كان ماجد طبعا مصري كان بس هاني رمزي كنا لسه من صعيدي يعني ما فيش الحكايه اللي هي تخلي حد فينا يشيل فيلم يعني. انت يعني ايه عاصرتي بدايه البطولات الجماعيه يعني كانت بدايتها لانه هنيدي غير التوليفه بتاعت البطل الاوحد، فانت عاصرتي البدايه بتاعت يعني هو كان هنيدي غير من اول الاسماعيليه، انا دخلت بعد كده بس يمكن التركيز كان في صعيدي اكتر ده يعني الاسماعيليه طبعا لكن التركيز كان في صعيدي لان كلهم بعد كده السقه وطارق لطفي هو بدايه فتحه الباب للشباب في السينما يعني جيل جديد يطلع فهو كان كده صعيدي كان فتحه خير على كل الناس يعني. بس الناس بتحس انه اختيارك للدور بتاع صباح وكذب كان يعني زي ما تقول ايه جرأه وتحول، لان انت طالعه بتيمه رقيقه جدا طول الوقت ناعمه
في قالب معين بتتحركي فيه، في تغير في حاجات معينة، لكن برضو محافظة على القالب الناعم الهادي المتأني. في صباحه كدب بقى في حاجه اكستريم خالص. امين دي امينه يا جماعه بتهزروا والله. لغايه النهارده حنان انا بقعد ابقى مثلا عند الكوافير او كده، فيبقى حد ما يعرفنيش فتيجي تقول لي انا بشوفك هانم انت ازاي كنت كده، فاقول لها يعني ممثله دي حاجه تسعدني اللي بتقولي. تقولي لا مش معقول. بص صباحه كدب عشان ابقى حقانيه جدا، لما جه استاذ محمد نجار واحمد ادم طبعا صديق عمري اقرب واحد ليا في الوسط، فجيت لقيته بيكلمني في التليفون، كنت بعمل زوزه ساعتها، وقال لي انا عايزك في كذا، فقريت الورق قلت له ايه ده ايه ده انت شايفني انا اعرف اعمل كده، انا نفسي مخضوضه. قال لي ايوه انت جواكي ممثله، اسمعي الكلام، اسمعي كلامي وهتشوفي. ففعلا دخلت اللوكيشن. مجرد هو بصي دايما الممثل احنا بنحتاج الادوات، الادوات بتاعتنا مش بس انك تدرسي الشخصيه وتعرفي ابعادها وكل الكلام ده، ادواتك مجرد انك تلبسيها. فمجرد ان انا لبست اللبس ده والبروكه الغريبه دي والروج الفظيع اللي ملوش حل والميك اب، لقيت نفسي جوه الحكايه، وساعدني استاذ محمد نجار وساعدني احمد ادم، ولقيت نفسي سبحان الله يعني الحمد لله. طب مين زي احمد برضو شاف يعني، يمكن احمد علشان صديقك جدا من الوسط فقادر يعرف ان انت عندك ملكات ممكن انت نفسك مش عارفاها، زي ما انت اتفاجئتي بالدور يعني، بس هو عارف ان انت تقدري تعملي ده جواكي، تقدري تعملي ده يعني تقدري تتلوني في اكتر من دور. مين كمان تاني قدر ان هو يحس ان جواكي طاقات معينه لسه محدش شافها شكل كويس؟ لان انا بحس ده ان انت جواكي لا ممثله دراما يعني، صحيح انت بتعملي حاجات بتبقى لطيفه ودمها خفيف وناعمه جدا، بس انت جواكي في حته شجن لسه محدش قدر، او احتمال يكون بدايه انه حد ابتدى يركز فيها فيبلورها فيستثمرها كويس. هي كانت ده حصل لي فعلا في مدام رواب حسين في حق مشروع، وده برضو عمل علامة جامدة جدا عند الناس السعودية. وكان أستاذ محمد صفاء عامر الله يرحمه مصمم أن أنا أجي أعمل الدور ده بتاع البنت السعودية، وكانت مدام رواب شايفاني في دور تانية عملته زميلة تانية اللي هي إيمان العصر. فأنا كنت بختار ما بين الدورين بصراحة. فأنا قلبي راح قوي لفتنة دي، رغم أن هي نكدية طول النهار بتعيط، بس هي رومانسية قوي. رومانسية وعلى طول عندها أحاسيس وحاجات كده. فانا عرفت بعد ما اشتغلت مقلوش قدامي انه كل الناس كمان تكلم مدام رباب تقول لها ازاي يعني اميره فتحي انت بتهزري، اميره فتحي دي بونبونيه وبتاع تم صعيديه وبتاع ايه ده وتتكلم ازاي صعيدي. فانا بصراحه وصلني الكلام فما عملش بقى زي ما ممكن يعمل مع ناس يضايقهم، لا انا عمل معايا العكس تماما، انا فظيعه في الحكايه دي فعلا. جبت حد قعدت 3 شهور انا بحفظ ازاي اتكلم صعيدي بالظبط عشان ادخل لوكيشن ابقى سايبه ايدي للاداء بس. واستمتعت جدا في الشغل مع مدام رباب حسين، وفاكره ان هي جت بعد ما خلصنا مسلسل قالت لي اميره انت رائعه، وبستني يوميها وقالت لي يعني انا فرحانه بيكي جدا، لانه فعلا اللي اتقال لي عليكي ان انت دلوعه وان انت مش هتعملي الحاجات دي، بس لقيت لك مجتهده بقى وبتذاكري عايزه تعملي دور مهم. وحصل فعلا نقله، لان هي كمان مخرجه قويه قوي، انا بشوفها ليها كمان. انا بحب الممثل قوي اللي يشتغل المخرج يشتغل على الممثل، بحب المخرج اللي يحب الممثل. بالظبط ده مهم جدا، لانه بيقدر يستثمره بشكل كويس، يشوف فين مناطق القوه عنده صح. ولو عنده مناطق ضعف بيعرف يعني ايه يعالجها او يلفت نظره ليها علشان يشتغل عليها عشان ما تبقاش موجوده خالص. بالزبط. طيب ليه الناس متعلقه قوي ببنات في الثلاثين؟ علشان دي يعني كاتبه كاتبه رومانسيه جدا، وحظها بيبقى وحش مع 3 رجاله، فهي دي الحكايه انه بيلمس ناس كتير قوي. يعني فكره انه في احنا بطبعنا رومانسيين يعني، انا بشوف كده الست كده يعني لازم ابقى رومانسيه وعندي مشاعر واحساس، فهو كان موضوع فيه رومانسيه جامده جدا، وكانت هي عاقله قوي ورزينه قوي، فالشخصيه لازم تتحب. فيمكن عشان كده هي علقت مع الناس يعني. طيب قولي لي انت بتجاربك السينمائيه، لو قلنا مثلا صعيدي يعني، انا في حاجات مثلا لبيس انا بحبه جدا من الافلام اللي بحبها جدا مع مدحت صالح. وبحس ان انت برضو كنت عامله تركيبه لنجمه برضو يعني جوه البلاتوهات حاجه، وبره البلاتوهات هي انسانه عاديه ممكن تحب وتتحب، رغم انه في ناس ممكن ياخدوا فكره انه لا النجمه دي محدش يقرب لها او مش ممكن تبص لحد اقل منها. فده كان برضو فيلم قريب، ليه تجاربك السينمائيه تحسي انها قليله؟ الدراما عرفت تستثمرك كويس قوي يعني. انا من وجهه نظري انا كمشاهده اهو وبشوف اميره، غير ان انا عارفه اميره كصديقه، لكن انا حاسه ان الدراما عارفه قماشه كبيره كده، اميره عرفت ازاي يعني تعمل ستريس على مناطق كتيره جدا عندك وتقدمك وتبروزك بشكل مهم.
مش زي السينما. السينما عملت شغل كويس، عملت هي شغل كويس. السينما بداياتي يعني انا بداياتي اصلا سينما، فانا اصلا من الاول بدايتي سينما. بس هي الفكره انه انا اشتغلت في وقت كان كويس جدا، كان في سينما كويسه قوي. للاسف السينما بعد الظروف اللي حصلت لنا دي اتاخرت، فبقى ايه اللي موجود دلوقتي؟ الدراما. صحيح. هو انزل اعمل دراما متاحة. يعني انا فاكره كمان في مسلسل اسمه هروب من الغرب، انا بحب المسلسل ده جدا، يمكن ما كلمناش عليه ده. صحيح. ده من المسلسلات دي كانت بنت بتدافع عن فكره ان هم بيدعوا بره، وده المفروض يتعرض الايام دي، يدعوا بره الحريه وهم ما لهمش علاقه بالحريه، لان هي اتحجبت وهي اصلا مامتها فرنسويه باباها صعيدي من هنا، فعايشه في فرنسا. وبيبتدوا يتخانقوا، هي تقريبا كانت قريبه من مروه البنت اللي هم حكموا عليها اللي موتوها في المانيا، حاجه مروه الشربيني افتكر. بتهيألي فكان تقريبا استاذ محمد الغيتي واخراج استاذ خير بشاره. المسلسل ده وقته يتعرض دلوقتي. غريب بالظبط كده. هو هل لسه ما اتعرضش؟ لا اتعرض، هو انتاج خاص مع صوت القاهره. للاسف انه مسلسل زي ده لازم يتعرض، لانه بيحكي وبيقول الغيبوبه للشعب المصري للاسف مش كله طبعا عايش فيها، انه بره في حريه وهنا مفيش حريه. كلام فارغ. يعني هي كانت في فرنسا وكانت اتحجبت، فغصبوا عليها انها تقلع الحجاب يا اما يضطهدوها. فاحنا كنا بنتكلم في انه ازاي يعني من حق اي حد في الدنيا اللبس بالذات بغض النظر عن الديانات. صحيح. اللبس بالذات محدش ينفع يتحكم في حد في حاجه زي كده، فكان الموضوع بيتكلم في كده. فده مثلا من المسلسلات برضو، هو انه نصيبي الحمد لله ربنا بعت لي مواضيع حلوه ومختلفه في الدراما، لكن هي مشكله ان السينما زي ما انت شايفه هي بعافيه اصلا دلوقتي للاسف. الواحد زعلان جدا، لانه انا عايزه اقول لك حاجه، مهما اشتغلت تلفزيون ما بيشبهنيش. وانا ان شاء الله مع انك انت مميزه جدا دراميا، يعني كل الحاجات اللي انت عملتيها المرافعه، مش عارفه انا ما عملتش مرافعه على فكره، دي معلومه غلط. انا صورت منه مشهد ومشيت وسبته، يعني كان حصل ظروف وانا اعتذرت عنه يعني. فلا هو مش مرافعه، هو اخر حاجه كان الوان الطيف، كان لسه بيذاع برضه. والوان الطيف برضه من ضمن المسلسلات اللي علقت، يمكن علشان كان عاش مع الناس فتره طويله جدا يعني، كان فيه لا. وعشان هقول لك حاجه حنان، انا كل ادواري هتلاقي فيها شبه مني. ده بجد. صحيح. سيبك من صباحه كدب، بس فيها مني برضه. لا بص، انا بقعد مع اصحابي ببقى عرجوز كده. انا بنكتب يا شيخه. والله بقى عرجوز كده على ما بقعد على الحقيقه يعني. نبقى قاعدين بقى في الكيل خالص، فضحك هستيري، فبيشوفوني صباحه كده. يعني بقى شويه ببقى عايزه اتقمص شخصيات معينه واحنا قاعدين، فبعملها. اوكي. شخصيات شعبيه شويه وكده. بس انا ارتبطت قوي بالوان الطيف، وارتبطت قوي ببنات في 36، لانه حسيتها فعلا فيهم مني قوي. صحيح. قوي عاليه في الوان الطيف، هي انا. هي تقريبا جزء كبير قوي مني، الشخصيه المتفائله طول الوقت، اللي بحب التفاؤل، ما بقدرش اشوف السواد مهما كان. ولو رحت شويه اقوم راجعه بسرعه. الشخصيه دي اللي هي بتدي طاقه لكل الناس، وممكن تاخد منهم طاقه سلبيه للاسف ويأثر عليها، تقعد لوحدها متضايقه وما تكلمش حد خالص، وتحتفظ بزعلها مع نفسها، ما تحبش حد يشوفها وهي زعلانه. طب بس دي على فكره يعني دي تركيبتك. اللي ما يعرفوش اميره، على فكره اميره عدت في حياتها بمراحل كتيرة جدا قاسية ودراما وصدمات كتير، لكن كانت كل شوية تطلع منها أقوى من الـ 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 السنة اللي قبلها، ولما حد يشوفها يحس إنه ولا كأنها عدت بـ 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 بمرحلة مهمة وتقيلة في حياتها، على مستوى بقى الفني او على حتى المستوى الانسانيات. يعني دي معلومه لازم اقولها للناس عشان انا عارفاها كويس. دي نعمه، هو الانسان لازم يعيش بطاقه ايجابيه بجد، لانه ربنا خلقنا وسخر لنا الكون كله، نزعل من ايه؟ ايا كانت الحاجه دي، ايه يعني؟ كلنا بنعدي، كل يوم عندنا اب اند داون، اب اند داون، كل الناس كده. صحيح. فالواحد لازم يعدي الامور ويتبسط، لانه بصحه جيده الحمد لله رب العالمين. نشكر ربنا. لان عندي اسره الحمد لله رب العالمين، عندي اهل بيحبوني. ايه تاني؟ يعني صحيح. ما اعتقدش ان في حاجه تانية محتاجه يعني، فاتمنى ان كل الناس تبقى كده يا رب. بس انا بقالي مثلا بتاع نقول قد ايه، مش عارفه 10 سنين مثلا يا ميرا، 10 سنين يعني مقتنع انك جدي. وهي انت فاجئتيني دلوقتي وقلت لي حنان على فكره انا مش جدي، انت طول الوقت بتعامليني على اساس ان انا جدي، وانا وقعدتك وطلتك وطريقتك، وانك انت يعني ايه بتحاولي بيسموها ايه تتجاوزي مصاعب في حياتك، فدي جدي جدا. فانت فاجئتيني وقلت لي لا على فكره تصدقي ان انا ما طلعتش جدي، انا طلعت قوس. أيوة. لا فاهمين الخدعه اللي انا عشت فيها 10 سنين. انا اتخدعت كل سنين عمري من وانا طفله. ده مش انا بس اللي اتخدعت، ده انا وهاني سلامه ده كل الناس يعني كل اصدقائنا المشتركين. انا مامتي خدعتني نفسها. يعني انا عايشه طول حياتي على وامين شاهين، يعني كل الناس دي كل اصدقائنا. صح. ده هو كمان اتفاجئ ان هو قوس، فقال لي ايه ده انت طلعتي قوس فجاه كده؟ قلت له انا بحتفل طول حياتي من وانا صغيره ب 28/12، ده عيد ميلادي. اوكي. فده جدي. تمام. ده اللي انا فاهماه. فجاه من سنتين لقيت مامتي بتعترف لي بسر، بتقول لي لا انت يوم 16/12 وباباكي بس اتاخر على ما كان
كده. لا ما تهزريش صدقي. طب ازاي ان انت تاخدي اللون بتاع الجديان طول الوقت؟ ما اعرفش فاكتشفت كده، فلقيت انه يعني بعد كل السنين دي معقول كده. بدات اقرا عن الكوس واقرا حاجات، بس لقيت ندي فيا برضو من الكوس يعني. انا ممكن ابقى لطشه شويه من الجدي يعني. انا كنت بحس انك انت جدي متفائل يعني. لكن انه التفاؤل اكتر عند الكوس بالظبط كده. احنا نبتدي مع امير وهاني، نبتدي مع اميره كدا. من اول وجديد. اوكي من اول وجديد. طيب بالظبط كده. كلميني بقى على الغنى، علشان احنا وقتنا يعني تقريبا بيخلص، بس انا محتاجه اعرف مشروع الغنى بالنسبه لك انت بتبصي له ازاي. انت عملتي كليبات لذيذه ومحمد ثاني هو اللي عاملها. والحقيقه انا شايفه ان هو عباره عن مسلسل صغير يعني، مش كليب بمعنى كليب يعني. وكان عاجبني جدا هو عقبال كل البنات، لان انا اصلا ممثله. انا الحكايه عندي للاسف في شركات انتاج حاولوا يعرضوا عليا فاكرين ان انا عايزه احترف الغنى. انا مش عايزه احترف الغنى. انا كنت بشوف زمان لبلبه طبعا مع حفظ الالقاب، بشوف سعاد حسني، بشوف شويكار، بشوف مؤدين ممثلين بتبسط بيهم قوي يعني. ما انا مؤديه، انا مش مطربه، فبتبسط بيهم قوي. فحسيت ان انا عايزه اطلع ده وعايزه اعمل ده، لان انا اوريدي عملته في شغلي، عملته في فرقه بنات، عملته في مسرحيه مع استاذ سمير غانم دوريمي فاصوليا. فاوريدي بادي، بعرف ادي كويس وليا احساس الممثله. ففكرت ان انا اعمل ده، فعملته لانه الاغنيه شدتني قوي، بتتكلم عن فرح البنات. حبيت ابقى موجوده في المناسبه دي مع البنات. صحيح. لدرجه ان انا كنت مره بعمل برنامج في بيروت، كنت مبسوطه قوي، بنات بيكلموني يقولوا لي احنا شغلناها كتير جدا لغايه ما اتجوزنا. قلت لهم لا والله، ده حاجه جميله جدا، حلوه حلوه قوي، شغلوها يا جماعه، شغلوها، ربنا يكرم ان شاء الله. فيعني كانت حلوه، اغنيه مفرحه وفيها بهجه وكده، واديت فيها بالشكل ده، فالحمد لله. بس عايزه تعملي تجارب زيها كتير، عايزه اعملها سينما كمان انا ان شاء الله. يعني يعني قريبا بنتكلم لسه في مشروع انه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله اللي جاي قريب قوي سينما ان شاء الله. انا قررت سينما شويه وهيبقى فيهم منهم حاجه، هيبقى فيها غنى ان شاء الله. طيب ان شاء الله باذن. طب قولي لي ايه اللي لفت نظرك في جراب حواء؟ وده يمكن اخر سؤال. ايه اللي انت حاسه ان هو هيضيف لك في مسلسل جراب حواء؟ والله جراب حواء بالنسبه لي كان فكره، عجباني الفكره انه يبقى فيه 30 نجمه بيعملوا 30 حدوته. صحيح. يعني احنا دايما متعودين مسلسل كله بيبقى البطله من الاول للاخر. لا، هو المره دي عاملين 60 حلقه على 30 حدوته بالظبط، عباره عن كل فنانه ليها يومين حلقتين بتحكي حكايتها مشكلتها. جراب حواء، جراب مليان مشاكل لحواء. فعجبني الفكره قوي. فيهم طبعا نجوم كتير زي ما حضرتك شفتي في الـ في الـ في اسمه ايه ده، في الـ في التريلر او البرومو بتاعه. موجود فيه نجوم كتير جدا يعني. فعجبتني الفكره جدا، وكنت اول مره اتعاون مع يمكن الاستاذ ممدوح شاهين، دي تاني مره بعد الوان طيف، لكن المخرجه ساره وفيق اول مره اتعامل معاها، وبسطت قوي بالتعامل معاها يعني. بتعمل فيديو بستايل سينما، ده حاجة برضو جديدة ولطيفة جدا. فأنا كنت مبسوطة قوي بالشغل معاها، وهي برضو من الناس اللي بتحب الممثل. وعايزة أقول لك حاجة بقى، هتتفاجئي بدوري هنا، مفاجأة رهيبة فعلا. أول مرة بعمل شريرة ومصلحية جدا، صرف وبيئة أصلا. فشوفي بقى هي بتقول توليفة، بتقول بورشام، بورشام وحاجات كده، وبتاعت اديتك حتة منها يعني. لا حاجة صعبة، بس أنا برضو مستنية الفيلم الاستعراض إن شاء الله. نورتينا أميرة، وكنت مبسوطة جدا إنك أنت كنتي معانا، وحقيقي انبسطت اكتر ان انت بقيتي قوس مش جدي. ايوه. وحطيتي معاكي من اول وجديد انا والاصدقاء. ايوه بالظبط. وبعدين هجي لك مره ثانيه عشان تقولي تكلميني على القوس شويه. خلاص ارجوكي. يوم الثلاث بقى، يوم الثلاث. يوم الثلاث. نورتيني يا اميره، ربنا يخليكي. خالص. خلصت فقراتنا، هنبتدي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي فقرات جديده حلوه وجميله ان شاء الله باذن الله، مع العسليات رنا ونهى وحنان. سلام وامان.